اهلا لكل متابعين موقع كهرباء 20. معانا قصه طبعا استغاثه سيده الانسه طبعا ناديه طبعا من داخل احدى مناطق القاهره. كانت خارجه من احدى الكومودات بالتجمع الخامس، خبطتها سياره متسرعه، طبعا سياره احدى المدارس الخاصه الكبيره طبعا في منطقه التجمع، خبطتها طبعا خارج الكومودات، طبعا سببت لها طبعا عجز بعد العجز طبعا في بعد بعد الحادثه. طبعا عرف تفاصيل القصه، طبعا شايفين عكاز طبعا في ايديها جايه مش قادره طبعا تستند. الحادث دوًا في نهايه 2019 اثناء عملي راح اسلم الصفحه اللي انا مسؤوله عنها. صعد لي اتوبيس مدرسه مش مصريه، مدرسه كبيره. حضرتك حضرتك بنفس التايم الاول وبعدين حضرتك انا نادية فوزي رئيسه قسم الشؤون السياسيه والخارجيه في اكثر من صحيفه. المهم صعد لها الاتوبيس مدرسه مش مصريه الرصيف، ولولا ابناء بلدي الغاليين وقاموا بالتحليق عليه ومنعه من انه كان بيجري ورايا على الرصيف. المهم لولا اولاد بلدي الغاليين منعوه من ان هو يتحرك وان هو يكمل باللغه البسيطه بتاعت الشارع يكمل عليا. المهم اتخذت ضده الاجراءات القانونيه، مش هنطول وانا هخوض المره دي في الاجراءات القانونيه. المهم انا رفعت طبعا اصابني باصابات خطيره، باص كبير اكتر من خط اصابني باصابات خطيره. طبعا المستشفيات كانت رافضه تقبلني. اول ما خبطك قال لك ايه؟ نزل قال لك ايه ولا جري بقى وما حاول يجري؟ المره من ابناء بلدي الغاليين منعوه ان هو يجري ويحول الكاميرات، وانا طلبت تفريغ الكاميرات دون جدوى. المهم فهو دلوقتي اصابني باصابات طبعا خطيره، وما كانتش اي مستشفى راضيه تقبلني امانه. ما قلت لهمش مين اللي خبطني، قال لي انا كنتش قادره حتى اتكلم، بقوا مش عارفين يستفسروا مني، كانت حالتي سيئه يعني ما اتمناهاش لاي انسان في العالم. فقال لي ما نقدرش باللفظ كده، عنده يعني احنا حد يستغيث بينا وما نغيثوش. المهم عالجوني وقالوا لي لا لازم بطن ونساء، ما عندناش نساء في المستشفى، تروحي مستشفى كبيره فيها بطن ونساء. رحت برده قعدت بالاسعاف نحاول ندخل اي مستشفى، مفيش خالص، فين وفين غير المستشفى جلتني وانقذوا بامانه حياتي، وكانوا قمه في الناحيه الطبيه وفي امانه في كل شيء. فالمهم فانقذت حياتي. بعد كده رفعت طبعا قضيه تعويض، رفعت طبعا الجنحه. المهم اصابني طبعا باصابات خطيره جدا، وما فقدتش ثقه في ان اللي خلقنا وانشانا من عدم انه قادر يرجعني كما كنت وافضل، وما زلت واثقه في قدرتك يا رب. الحمد لله طبعا بيجي لي زرقاء وطروفي كل فتره، وما زلت بتعالج منه وبعمل علاج طبيعي، والبطن كله باص كبير، بيجي لي سكتات دماغيه مؤقته، كل ده. الرئه كانت متهلكه، ما بقى نتكلم باشعه، متهلكه تماما من الحادث. دلوقتي الحمد لله الرئه بقت ممتازه، وفي عضو تاني كمان كان صغر من الحادثه كبر. الاطباء بيقولوا دي معجزه، انا ما لهوش تفسير طبي. قلت لهم انا لست معجزه، المعجزه للانبياء والرسل فقط. انا ايه؟ علامه على وجود الله، انك تبقى واثق في قدره الله وعملك طبعا صالح مع البشر بصفه عامه، تاكد ان الله سبحانه وتعالى مش هيسيبك وهيرجعك افضل مما كنت، وانا واثقه انه هيشفيني، وكل الثقه انه هيشفيني. انا بس طلبي حاجه، ليا اخوات للاسف من الاب من الزوجه الثانيه سوزان السقا، قاموا بالاستيلاء على ثروه والدي الضخمه، ولم يذكروا في اعلام الوراثه الجده المحترمه واخت ليا وانا، وقاموا طبعا بالاستيلاء، والمحكمه طبعا ادانتهم ولدي ما يثبت من اوراق ذلك. راحوا اتحدوا مع مدرسه اللي هي مش مصريه دي اللي هي خبطتني، وهم اللي سعوا اليها على فكره، مش المدرسه اللي سعت عليهم. انا بقول بحق وبامانه، هدفهم الاثنين واحد هو القضاء على شخص. المدرسه ليه انا ما اعرفش، انا كنت من المفكرين وما زلت الحمد لله، بس طبعا الافكار قليله عن الاول نتيجه للاصابه والالم اللي في الجسم والراس. وافدت بلدي بافكار كثيره جدا، سواء من كتابات صحفيه او غيرها، وايضا الدول الصديقه لبلدي، وتم الثناء وتطبيق العديد من الافكار. مدرسه تواصلت معاكي؟ مدرسه حاولت تتواصل معاكي؟ لا، مدرسه رفضت علاجي ولدي ما يثبت، ورحت الاستفاره اللي مش عايزين نخوض في كلام، انا ذكرتها لهم في عارضه الدعوه، وبوجه الرساله بقى ليهم وليا، من افسد شيء عليه اصلاحه، ولا اللي خبطك عمد ما يعالجكش فعلا. وبعدين السيد وكيل المدرسه هنا المفروض هو مصري، ايه كل اللي انت عمال بتعمله ده؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه بالظبط؟ قانون الدوله اللي هيمشي، مش هتتشوه الدوله المصريه.
قانون الدولة هو اللي هيمشي، مش هتطلع الدولة الضعيفة أمام دولة أخرى ولا إدخال تنفيذ قوانين غير قوانين الدولة المصرية. أنت كل اللي أنت بتعمله ده ليه؟ طب ما تعالجني في أي مستشفى كبيرة وعالجني في الخارج من من السكتات دي، طب خلصت بدل المصاريف الجامدة دي كلها ولا في هدف آخر؟ وأنا مصر أرجو قراءة ما حدث، مش هنسمح ابدا. جموع الصحفيين والمحاميين انا طالبت بعنوان كده بطرف التنفيذ وادخال قوانين غير قوانين الدوله المصريه. الهدف واضح ومفهوم، يعني احنا ناس مثقفين ومتعلمين، الهدف واضح وهيتنفذ قانون الدوله المصريه على اراضيه. شكرا.